كنت لألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان روح تلألئ في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر منظمة الكونفوي على تقديم وتوزيع وجبات افطار صائم في سوريا لرمضان 1443 هجري، وجزاكم الله عنا كل خير. والرضوان وبصومها وصلاتها تزداد بالحسنات وتصدق في سرها وتلاوة القرآن وبليلة القدر العظيمة قدرها فتان وتعتق الأرواح من مخزونة النيران روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم.